سعادة السفير، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة السيد حمد غانم محمد المهيري، معالي أمين عام جائزة الخليفة الدولية للنخيل التمر والابتكار الزراعي، أرحب بكم في هذا المقام بداية انطلاقة هذا الحدث الهام، وسأعلن بإذن الله عن انطلاقه بمالي. تستضيف بلادنا بعد يومين فعاليات المهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية، والذي يدوم 3 أيام في الفترة ما بين 26 و 28 أغسطس 2022. تنظم وزارة الزراعة هذا المهرجان بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في إطار تطبيق بروتوكول التعاون المشترك بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الموقع بتاريخ 14 مارس 2022 بأبو ظبي، على هامش فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر. ويهدف المهرجان إلى عرض أجود أصناف التمور الموريتانية والمنتجات الثانوية ومعدات تصنيع وتعبئة التمور، تحديد المشاكل التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور ودراسة الحلول المقترحة لها، تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور مع تحديد أولويات كل منهما، تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومصنعي التمور داخل البلد وخارج البلد وخارجه، حيث سيشارك في هذا المهرجان المزارعون المختصون في زراعة النخيل، خبراء في زراعة ومكافحة آفات النخيل، مختصون في مجال تصنيع وتصدير التمور، ممثلو المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات الدولية. وستشكل الندوة العلمية المصاحبة لفعاليات المهرجان بما فيها محاضرات علمية رصينة وحلقات نقاش فرصة لتبادل الخبرات ما بين المختصين الوطنيين ونظرائهم من الدول العربية الشقيقة، والخروج بتوصيات عملية لحل المشاكل التي تعاني منها زراعة النخيل من خلال إعداد برامج عمل مشتركة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وبدعم منها. وفي الأخير أوجه باسم وزير الزراعة أسمى آيات الشكر والتقدير لجائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار الزراعي، وعلى رأسها سمو الأمير، ولكل أعضاء الجائزة لهذه المبادرة الرائدة في مجال زراعة النخيل والعناية بهذه الشجرة المباركة، والله وليتهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نأخذ من دواء سرورنا أن نلتقي بكم اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل المهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية في دواخسون عام 2022. هذا المهرجان الذي يأتي تحت الرعاية السامية لصاحب الفخامة السيد محمد بن الشيخ الأزواني رئيس الجمهورية الإسلامية، وبناء على توجيهات بمقامة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي تنظمه جائزة خليفة الدولية للنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة الموريتانية، بعد أن حققت الجائزة نجاحا ملموسا في تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور في كل من جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية العاصمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. إن المهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية جاء ليؤكد على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى الثقة الكبيرة التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، وصاحب الفخامة السيد محمد بن غزواني ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في موريتانيا. أيها الإخوة الكرام،
لم ندخر جهدا لإنجاح هذا التعاون لتحقيق الأهداف السامية للمهرجان والعمل يدا واحدة من أجل تطوير هذا القطاع بما يعكس العلاقات الطيبة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية. في الختام أتوجه بجزيل الشكر سعادة الأمين العام لوزارة الزراعة وسعادة الأمين العام الجائزة على كل الجهود التي بذلتموها لإنجاح المهرجان. والشكر موصول إلى وسائل الإعلام الموريتانية لدوركم الكبير في مواكبة فعاليات المهرجان الدولي الأول للتمور الموريتاني لإبراز جهود وزارة الزراعة الموريتانية وإبراز الوجه المشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة ومساهمتها الفاعلة في صنع الحضارة الإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهديكم تحيات الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ونقدر عالياً جهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية 2022، شركاءنا بالنجاح في كل من وزارة الزراعة الموريتانية إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة بنواكشوط، كما نقدر الجهود المهنية لوسائل الإعلام على تعاونهم المثمر لإنجاح هذا المهرجان. تحت الرعاية السامية لصاحب الفخامة السيد محمد بن الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبتوجيهات ودعم سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، يسرنا إطلاق النسخة الأولى من المهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية والذي سيعقد إن شاء الله خلال الفترة 26-28 أغسطس الجاري، ولما له من أهمية في تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتعزيز الأمن الغذائي لتحقيق التنمية المستدامة. أيها الإخوة الكرام، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية 2022 ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين في العاصمة أبوظبي بتاريخ 14 مارس 2022 لهذه الغاية، بالوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج تمور موريتانيا تطوراً ملموساً. يتضمن المهرجان عدداً من الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة فلدينا معرض للأصناف التمور الموريتانية والعربية بمشاركة 56 مزارع ومنتج ومصنع للتمور من 5 دول عربية: الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالإضافة إلى إقامة ندوة علمية في اليوم الثاني للمهرجان تقدم فيها 11 ورقة علمية ضمن 4 محاور. المحور الأول منها واقع وآفاق النخيل في موريتانيا. المحور الثاني استعراض للتجارب الإقليمية في زراعة النخيل. المحور الثالث موقع موريتانيا في السوق الدولية للتمور. المحور الرابع طاولة مستديرة لتشخيص أهم معوقات تنمية الواحات والتدابير اللازمة للنهوض بالواحات الموريتانية. كما يشارك في الندوة العلمية نخبة من الخبراء والمختصين بزراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الإقليمي والدولي. أخيراً، لا يسعنا إلا أن نشكر وزارة الزراعة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية على جهودها وحرصها لإنجاح هذا المهرجان، وكذلك سفارة
دولة الإمارات العربية المتحدة بنواكشوط على كل التسهيلات التي قدمتها للأمانة العامة للجائزة. كما نتقدم بجزيل الشكر إلى سعادة الأستاذ الأخ حمد غانم المهيري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في نواكشوط على تقديم كافة التسهيلات لإنجاح هذا المهرجان.